يعني في حياة الأمر رحلة ممتعة ورحلة كانت لافتة للنظر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الرحلة من الدكتور كمال سالم، صاحب فكرة خروج أتوبيسات أهالي قرية كفر الشوبك لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني في البداية طبعا بنحيي حضرتك على هذه الفكرة وتطبيقها على أرض الواقع بالشكل اللي يمكن كان لافت لانتباه كل زوار المعرض، وعاوزين نعرف من حضرتك الفكرة دي جات لك إزاي؟ إحنا جمعية تنمية مجتمع محلي بسيطة في قرية كفر الشوبك، مركز شبين القناطر، محافظة القليوبية. نعم. الجمعية بتهتم بكل المجالات، العمل الخيري، مساعدات عينية ومساعدات للمرضى وتوفير أدوية وعمليات جراحية، بجانب ان احنا بنحاول ان احنا ننشط في المجال الفني والثقافي. فاحنا بنعمل مسابقات دوريه للاطفال في القريه وللشباب. في شهر اكتوبر بنعمل مسابقه ثانويه عن حرب اكتوبر في الرسم لاطفال القريه عشان نعرفهم جيشهم عمل ايه والعبور العظيم كان ايه ومصر قدمت ايه. وجات لنا فكره ان احنا نروح معرض الكتاب بعد ما انتقل الى القاهره الجديده. أصبحت المواصلات بالنسبة لقريتنا على الأقل صعبة، فعدد الناس اللي كانت بتروح المعرض انخفض للغاية في القرية. كانت المعرض في أرض المعرض في مدينة نصر كان قريب. لما لقيناه في القاهرة الجديدة بعيد شوية، فحاولنا إن احنا نوفر فرصة المواصلات لأهل القرية إن هم يروحوا. بس هو كان قريب، لكن مع الفارق طبعًا عاوز هنا أقول برضو حاجة، هو كان قريب لما كان في مدينة نصر، لكن كان في تكدسات كبيرة وكان في شلل للطرق، لكن وجوده في التجمع الجديد رائع بالزبط. طبعًا وأشد تنظيمًا، والقاعات نظيفة ومنظمة جدًا جدًا، والمكان يعني راقي جدا جدا. صحيح. طبعا عكس مدينه نصر تماما، يعني مدينه نصر كان بيبقى فيه زحام شديد، ما كناش بنعرف ندخل ولا نخرج. المكان الجديد رائع، ولكن هي القصه ان القريه بعيده شويه، او اهل القريه محتاجين مواصلات خاصه عشان يروحوا. صحيح. طبعا دكتور كمال، المشكله دي بعد التحية طبعا بنحييك على هذه الفكرة، بس عايز أعرف منك برضو تنسيق رحلة زي دي أكيد مش سهل، عشان تقدر أنت توصل لكل اللي حابين أن هم يروحوا معرض القاهرة الدولي للكتاب ويشاركوا فيه. أكيد كانت محتاجة تنسيق من نوع خاص، وأكيد كمان كنت محتاج أن حد يساعدك أو جهات معينة تساعدك. لو تكلمنا عن التنسيق بشكل عام. الفكرة بدأناها على صفحة الجمعية وأعلننا عن الرحلة. كان في الخطة أن احنا هنروح بأوتوبيسين ثلاثة. بدأ عدد الناس اللي عايزين يشتركوا من القرية يتوافدوا على الجمعية عشان نسجل. لما امتلأ الأتوبيس الأول بدأنا نفكر في الأتوبيس الثاني، الأتوبيس الثالث، عند الأتوبيس الخامس قررنا إغلاق باب الاشتراك. ولكن تحت ضغوط وإلحاح من أهل القرية، أسر شباب الجامعات، شباب الثانوي والمراحل الإعدادية، أسر من القرى المحيطة اللي هي مطار على صفحة الجمعية طلبوا إن هم يروحوا. بدأنا نزود عدد الباصات، كل يوم اتوبيس، كل يوم اتوبيس. اول ما نفتح الباب الاتوبيس بيمتلئ فورا، يعني قفلنا باب الحجز اكتر من مره لا، ونرجع نفتحه تاني تحت ضغوط، لحد ما وصلنا الى 14 اتوبيس. نسقنا مع الاداره في شبين القناطر، اداره التضامن الاجتماعي، ادونا خطابات موجهه لاداره المعرض ان دي جمعيه خيريه عشان يسهلوا لنا الدخول. تواصلنا مع الهيئه العامه للكتاب عن طريق الموقع بتاعهم، قدموا لنا خدمات رائعه، قالوا لنا الدخول مجاني تماما لاعضاء الرحله 500 فرد، وفروا لنا طبعا دخول المعرض 5 جنيهات، يعني كنا ندفع 2500 جنيه. الهيئه العامه للكتاب وفرت لنا ده مجانا، وفروا لنا بقى بوابه خاصه للدخول بالباصات داخل الساحه داخل المعرض. ده ريحني ووفر عليا جهد كبير جدا في ادخال المجموعات ديت للمعرض. انا كنت عندي 3 مشاكل بتواجهني في الرحله. المشكله الاولى ازاي اسكن كل العدد ده في الباصات الصبح، وبعد كده المشكله الثانيه ازاي ادخل بيهم المعرض واعدي الطرق اللي هي قدام المعرض وادخلهم المعرض وسط الطوابير الضخمه من المصريين، والنقطه الثالثه ازاي اجمعهم في نهايه اليوم. بدات انسق مع بعض الشباب القريه المتطوعين. احنا كنا دايما بنعمل حملات كتير، وكنا عملنا حملات في كورونا، ويمكن قريتنا كلها اتطعمت في كورونا، اول قريه في مصر كنا بنجيب التطعيمات في القريه. فكان معايا مجموعه اتدربت من ايام كورونا على العمل التطوعي والتنظيم. الحقيقه دكتور كمان، يعني اعذرني المقاطعه، لكن يعني اعذرني لضيق الوقت، الحقيقه بنحييك على هذه الفكره، فكره هايله وفكره يعني مشهد لطيف جدا. ويعني اعتقد انت دايما يعني في الوقت اللي جاي كمان هيبقى في نشاط اكبر من كده. بنشكرك جزيل الشكر دكتور كمال سالم، صاحب فكره خروج اتوبيسات اهالي قريه كفر الشوبك لمعرض الكتاب. يعني عاوزين ده يا جمانة يبقى موجود بقى ويعمم خلال فتره معرض القاهره الدولي للكتاب، مش بس في القليوبيه ولا كفر الشوبك طبعا، في كل محافظات الجمهوريه، ويبقى في نوع من انواع الغيره المحموده. اكيد.